أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أني أستغفرك من كل ما تبت عنه إليك ثم عدت فيه وأستغفرك من كل ما أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس فيه رضاؤك وأستغفرك للنعم التي تقويت بها على معصيتك وأستغفرك من الذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا تسعها إلا رحمتك ولا تنجي منها إلا مغفرتك وحلمك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أستغفرك من كل ظلم ظلمته به عبادك فأيما عبد من عبادك أو أمة من إمائك ظلمت في بدنه أو عرضه أو ماله فأعطه من خزائنك التي لا تنقص وأسألك أن تكرمني برحمتك التي وسعت كل شيء ولا تهينني بعذابك وتعطيني ما أسألك فإني حقيق برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا دعاء شهر رجب This is the dua of Shahr Rajab as given by Grand Sheikh Sheikh Abdullah Al-Faz Al-Dawastani and then by Mawlana Sheikh Nazim Al-Haqqani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.